السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا أهل الخير. اليوم عندنا إن شاء الله زمان المضارع المستمر. طبعا أخذنا المضارع البسيط وأخذنا الماضي البسيط وأخذنا المستقبل البسيط، كلها إن شاء الله بتلاقونها على إنستغرامي. الدرس كامل موجود فيها. المضارع المستمر present continuous، عندنا الصيغة أول شيء الـ verb to be، عندنا الضمائر مع الام والإز والآر وزائد الفيرب في التصريف الأول، وبعدها نحط الـ ing للفعل. مثال، نأخذ على ذلك مثال: he is reading a story، هو يقرأ قصة، يعني يقرأها الآن، هو يقرأ القصة الآن. هنا حطينا الفيرب to be مع الـ is، الفعل عندنا read وأضفنا له الـ ing، read طبعا في التصريف الأول وبعدين المفعول به، verb to be مع الـ is، الفعل ing وبعدين المفعول به. طيب، إضافة الـ ing عندنا لها أكثر من حالة. مثلا كلمة take منتهية عندنا بالـ e، فراح نحول الـ e إلى i بعدين نضيف ng، she is taking the lesson. طيب، إذا كان عندنا double E، double E راح تبقى كما هي ونضيف الـ ing، they are agreeing with us، هم يتفقون معنا. عندنا إذا كان الكلمة مثلا مكونة من ثلاث حروف، الحرف اللي بالنص يكون حرف من حروف العلة اللي هي A I O E U، راح ندبل الحرف، نخليه دبل يعني نكرره مرتين، he is hitting his brother، هو يضرب أخا. وكل هالأشياء هذه أو الأفعال أو الحدث صارت الآن، لذلك نضيف لها ing. متى نستخدم المضارع المستمر؟ نستخدمه لحدث يحصل وقت التحدث، يعني الآن وأنا أتحدث قاعد يحصل هالحدث. عندي كلمات دالة مثل now، الآن، at the moment، في هذه اللحظة، still، ما يزال، today، اليوم، this week، this month، this year، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا هذه السنة، tonight، الليلة، these days، هذه الأيام، tomorrow، غدا، next week، next month، next years، كلها كلمات دالة على المضارع المستمر. نأخذ مثلا I am leaving now، أنا سأغادر الآن أو سوف أغادر الآن، استخدمنا now فهي تدل على وقت التحدث اللي هو الآن. I'm staying at home these days، أنا باقي في المنزل هذه الأيام أو سأبقى في المنزل هذه الأيام، ف these days هي من الكلمات الدالة. Sarah is talking on the phone at the moment، سارة تتحدث على الهاتف في هذه اللحظة، يعني في وقت التحدث قلنا هذه الجملة، فنحط في الفعل ing ونسوي نفس الصيغة اللي قلناها. حالات ما نتكلم فيها بالمضارع المستمر رغم أنها حدث مستمر يحدث وقت التحدث، مثل الحواس sense اللي هي hear و smell و taste و see، اللي هي يسمع يشم يتذوق يرى. I hear them، سمعتهم، يعني الآن سمعتهم، لكن رغم ذلك ما حطينا بعد الـ I am ولا حطينا ing للفعل. I smell a vanilla cake، أشم رائحة كعكة فانيلا، أيضا ما حطينا بعدها am ولا حطينا ing لكلمة smell، فلازم ننتبه وما نحط ing لأنها من الأخطاء الشائعة. Emotion مثل love hate prefer want، اللي هي يحب يكره يفضل يريد، أيضا ما نستخدم فيها المضارع المستمر. مثلا I love her، أنا أحبها، رغم أن هذا الشيء الآن وعبرت عنه الآن، إلا أني ما أضفت am ولا ing. You prefer this shoes، أنت تفضل هذه هذا الحذاء، فما حطينا بعد you are ولا حطينا ing لكلمات prefer. عندنا كلمات تدل على وقت المضارع المستمر لكن نستخدم فيها الـ ing مثل look، listen، يعني كان يأشر يقول look، كان الآن يقول له listen. فهي is swimming، look he's swimming، إنه he's swimming، he's cooking، هو يسبح، هو
يطبخ. listen she is playing piano. اسمع انها تعزف البيانو. she is singing or listen she is singing. اسمع انها تغني. فهذه الكلمتين او بعض الكلمات عادي نستخدم فيها المضارع المستمر بصيغته الصحيحة اللي هي إضافة verb to be and إضافة ing للفعل. فركزوا فيها وهذه لازم تحفظونها كما هي عشان تفرقون. أخيرا عندنا تكوين الجملة في الإثبات. he is reading. he is reading. في النفي راح نقول he is not reading. راح نضيف not بين الis وبين الفعل. في السؤال راح أعكس أجيب الis أول وبعدين الhe. is he reading. ولا أنسى question mark أو علامة الاستفهام. في الجواب عندنا جوابين yes or no. إذا كان yes راح أقول yes he is وحط نقطة. إذا كان no راح أقول no he isn't. النو وياها نفي ضروري.